السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله نقدم واحد المعلومة جديدة، وهو نقص خصوبة ذكر الأنانيب رغم صغر سنه ورغم فحولته. أولا لنتحدث عن الطريقة الصحيحة لتوزيع الذكور في القفص. أول حاجة وهو لا يجب أننا نحط الذكر حدا الإناث، لأنه مع الوقت كيصبح قليل الخصوبة، لأن الخصوبة عند الذكر هي بمثابة تعليم أو بمثابة منافسة، يعني هما كيتنافسوا مع بعضياتهم، الذكور كيتنافسوا مع بعضياتهم من حيث الخصوبة. يعني إذا جمعنا الذكور في قفص بعيد عن الإناث، بطبيعة الحال كلهم الواحد كل واحد فروز بوحده، يعني بحال الطريقة اللي راني دايرها هكا، كل واحد بوحديته. انتم كما كتشوفوا ان الا كانوا كلهم في قفص واحد راه غادي يتقتاتلوا بعضياتهم، واحد غادي يقتل واحد. اذا كل واحد كيبدا يتعلم من الاخر، سموك يتعلم منه الرجوله، الرجوله والفحوله. شوفوا سبحان الله هذا الموضوع يعني كينطبق حتى على الانسان. الانسان من لابد ما كي ياخذ الرجوله ديالو، ماشي بوحدو كيتعلم الرجوله، من لابد ما يسمع اراء ديال الرجال ملي كيكون عاد يلاه صغير وباقي عاد يعني شاب او يلاه مراهق، من لابد ما يسمع هذاك اللي كبر منه باش كياخذ منه التجارب ديالو، كياخذ منه كذلك الارانب. يعني كيبدا يتعلم كما قلنا الرجوله والفحوله. لكن يجب على المربي الذكي ان يقسم الذكور ويوزعهم حسب السن. مثلا كبار السن في جهه بحال هذا الشكل، هذا راه هادو تقريبا قد عاوتاني هادو صغارين شي شويه، يعني صغارين. كاين الجهه الاخرى لهي راني داير واحد الذكور يعني كبار السن كما كتشوفوا معايا، داير واحد التقسيم. حاولوا انكم تفهموه، يعني الصغار بوحديتهم يعني اللي الله بغاو يلقحوا ممكن انكم ديرهم بوحديتهم، والكبار ممكن انهم حتى هما ديرهم بوحديتهم، وممكن ديرهم على حسب الاوزان كذلك. يعني ملي تشوفوا الواحد كبير في الحجم حاولوا انكم ديروه مع الكبارين. بالنسبه الفحوله ديالهم علاش كل واحد كيدي من واحد، كيفاش ما كاينش شي لغه بيناتهم، ولكن اللغه اللي بيناتهم وهي الرائحه. كل واحد ذكر فحل يعني الفحوله شديد فحوله، وهو كيكون عنده واحد الريحه، وهذيك الريحه قداش ما كانت مجهده قداش ما كيكون هو الاقوى، هو السبع يعني بيناتهم هو الاكثر فحوله، يعني كيكون هو الاقوى. لاحظوا هذه القضيه وكيفاش كيفرز هذيك الريحه، وهو ملي كيبدا يدور على الكاج ديالو كيبدا يفرز ذاك السائل المنوي ديالو، كتكون عنده الريحه ديالو. وهاد القضيه هذه بمجرد ان نحوله من مكان لمكان كيحاول ان هذيك الجهه اللي مشى ليها كيحاول انه يفرز هذاك الرائحه ديالو، وكيبقى يتبول على القفص. واكثريه الريحه اللي كتكون مجهده بزاف وهي يعني السائل المنوي ديالو ملي كيتفرز. اذا تكلمنا على الاقوى يعني في اللي كيكون ما بين الذكور كذلك. علاش هو كيدير هذيك الرائحه؟ باش يخيف الانثى، يعني كيسيطر عليها. ملي هي كتدخل وكتشم هذيك الريحه كتعترف بالفحوله ديالو، يعني ماشي من لابد ما يكون هو كبير او صغير، لا، هي كتعترف بالرائحه اللي هو مخليها في القفص ديالو او في المكان ديالو. يعني بمجرد دخولها القفص ديالو هي كترضخ، يعني كتطيع، كتولي طايعه له كتخاف منه، يعني بهذا المفهوم. اذا كل على مربي ان يفعله، وهو ان يعزل الذكور يعني ذوي الكفاءه العاليه في قفص، يعني كل واحد بوحده ولكن بعيد عن الاناث، وكانهم
في سجن امريكي. انا شبهت هذا السجن الامريكي لان كنشوفوا الافلام كيكون واحد السجن امريكي وكيكون كيكونوا بحال اللي هما عاطينهم واحد الساحه وكيترينيو فيها وكيكون كل واحد كيبين العضلات ديالو يعني ما عندهم ما يدار كيتعطاو للرياضه. كذلك هذا السجن هذا كي ديال الارانب كل واحد كيتعطى على يعني يعني هذيك الرائحه ديالو كيولي كياكل مزيان كيقوى مزيان قداش ما كان قوي قداش ما كيسيطر على الانثى. وهنا كيبدا التنافس بيناتهم يعني على الاناث. اما الذكر اللي كيكون خامول هذاك انا كننصحكم انكم تحيدوا عليكم يعني تبيعوه بالكيلو يعني ما تبيعوش ب شوفوا الذكر هذا تبارك الله راه كينقز ما تبيعوش لشي واحد يعني باش تخموه تقولوا له لا راه مزيان وهو يكون ذكر خامول ما كيلقح ولكن ناقص في التلقيح. من الاحسن ان تخلصوا منه بطريقه او باخرى. ممكن انكم تبيعوه بالكيلو ممكن انكم تذبحوه وتستغلوا اللحوم ديالو. لكن باش انا ديما كنهضر على الغش حاولوا انكم ما تغشوش باش ربي يبارك لكم في التربيه ديال الارانب وفي اي حاجه بغيتوا يعني تربحوا فيها اتقوا الله وبينكم وبين الله كونوا مزيانين باش ربي كيبارك لكم في المشروع وكيستمر المشروع. ما كتعرفوش كيفاش ربي حتى كيجيب لكم يعني الخبيزه ديالكم حتى بين يديكم. اذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا النهار. حاولوا انكم تتعاملوا مع الذكور ديالكم بذكاء يعني كيفاش الطريقه ديال التوزيع ديالهم كيفاش كل واحد تحطوه مع من تحطوه شكون هو اللي غادي تخلصوا منه شكون هو اللي غادي يبقى. لان حنا في التربيه ديال الارانب الاغلبيه كيخليو الاناث ما كيبيعوهمش وكيبيعوا الذكور. ولكن الذكور عاوتاني حتى هما كاين اللي كيكون ذكر خامل يعني ما عندكم ما ديروا به. ولكن الذكر اللي كيكون يعني فحل راه هذاك كيساعدكم في, 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 في العمليه ديال التزاوج وكي كي كي يخليكم انكم تستنفعوا منه. اذا تهلاو في الذكور ديالكم. الحلقه ديالنا راه سهلات. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم وانا كنرحب بالتعاليق ديالكم في اي وقت. انا لاحظوا كنجاوب كل نهار على التعاليق ديالكم وكنقطعها من وقتي ولكن كنعتبركم عائله ديالي. كنشكركم بزاف والناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه زوينه واللي بغى يربي الارانب راه كيستافد من هذه القناه. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم باش تزيد القناه القدام والقدام ما تنساوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.